مشاهدينا اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من فيها حاجه حلوه. كل البرامج بتتكلم عن السياسه والمشاكل والضغوط والسلبيات، لكن من خلال فيها حاجه حلوه هنلقي النظر او هنلقي الضوء على نوع مختلف خالص، على كل ايجابيات موجوده، كل ايجابيات موجوده حوالينا وتحديدا شبابنا الجميل، تحديدا كل الامور والمبادرات الحلوه اللي عايز يغير، اللي عنده علم عايز ينشره، كل ده هنشوفه فيها حاجه حلوه. مشاهدينا وصلنا دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، نحب نفكركم بصفحتنا فيها حاجة حلوة على الفيسبوك، يا ريت تتواصلوا معانا من خلال صفحتنا، خليكم معانا ونبتدي بالسوشيال ميديا. مشاهدينا أول خبر معانا النهاردة عن ستيفن وهو مواطن أمريكي مصاب بمرض التوحد، عشان دايما بنقول اي حد عنده اي نوع من المرض ممكن يتغلب على المرض ويحقق انجازات رهيبه. ستيفن عمل ايه؟ خد طائره ولف بيها على نيويورك، والحقيقه انه بعينيه بس بمجرد النظر قدر ان هو يعمل زي ما تقولوا شوتس للاماكن اللي هو عدى عليها بالطائره. لما نزل رسم كل اللي شافه بدون اي مساعده، بدون اي تصوير، بدون اي حاجه غير انها ذاكرته فقط، قدر يرسم ملامح نيويورك من فوق. طبعا حاجه يعني انا شايفه انها نوع من المعجزه، والحقيقه ان مرض التوحد تحديدا في النوع ده من المعجزه، انه يقدر عن طريق البصر يركز ويشوف حاجات احنا ما نقدرش نشوفها. الخبر اللي معانا عن الدكتور ابراهيم مسعود، اول مصري واول عربي يمتهن مهنه الطب في اليابان، وده لان اليابان زي ما احنا بنعتبرها كوكب خاص بيها، وتحديدا عامل اللغه صعب جدا، يعني ممكن اي طبيب يشتغل طبعا في امريكا، ويمكن اطبائنا المصريين تحديدا سافروا وعملوا انجازات كبيره في امريكا وفي انجلترا وفي غيره، لكن اليابان تحديدا عشان اللغه ولغه الكارينجي تحديدا اللي فيها الاف الحروف والاف الكلمات، لغه صعبه فالتواصل فيها صعب، لكن قدر في وقت قليل 8 سنين ان هو يلم اللغه وكمان يلم مهنه الطب اللي مليانه اكسبريشنز او تعبيرات صعبه جدا، لكن عرف يتعامل بيها والناس هناك ابتدت تثق فيه ويحقق نجاحات، وخد طبعا مزاوله المهنه هناك كطبيب. ماتيو ستوتشي مونزا ده راجل ايطالي، الحقيقه ان هو فنان بس نوع مختلف من الفن، زي ما بيقولوا الفنون جنون، لكن ممكن تبقى طباخ وبتعمل حلويات وعندك باكري، وازاي كمان بتعمل لوحه فنيه من شغلك من الكيك او من الحلوى. ده اللي عمله الفنان الايطالي الفنان المبدع، واللي هو يعتبر خباز في الاصل، قدر يعمل لوحات وقصص من خلال الحلويات اللي هو بيعملها. السلوك امر معدي، سواء السلوك خاطئ او سلوك ايجابي، هو بشكل ما لما بشوف الاخرين بيعملوا حاجه كويسه انا بعمل زيهم. الفيديو اللي هنشوفه ده بطل وطفل، ويمكن مدته قليله جدا لكن بيحمل رساله قويه وكبيره، ازاي ممكن من خلال سلوكي الطيب اخلي كل المجتمع يعمل زيي. عشان كده دايما بنقول ابتدي بنفسك. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. Thank you.
ضيوفنا النهارده اللي هيكونوا معانا، الضيف الاول هو فنان مخرج وكمان شاعر، عامل فيلم اسمه السلمي، ودي طبعا قصه حقيقيه ويمكن تم تناولها باشكال مختلفه، لكن المره دي بطريقه الانيميشن. بيتكلم عن سلمي، الشخصيه الغريبه الشريره نوعا ما اللي قدرت انها تتسبب في مقتل سيدنا يحيى. كمان هنتكلم على جوائزه اللي خدها، ويمكن خد اخر جائزه خدها في مهرجان همسه. ده اول لقاء. تاني لقاء معانا النهارده هيكون مع اتحاد المصريين لطلبه الصيدله، وهم الحقيقه ليهم انجازات كبيره وخدوا قبل كده ريكورد، عملوا ريكورد في جانس ريكورد. النهارده هنتكلم على دورهم التنموي، دورهم في التوعيه لعدد كبير من القرى والمناطق النائيه، ازاي يوعوهم بالامراض المختلفه وطرق علاجها. خليكم معانا بعد الفاصل. اولا الفن، الشعر، الادب، كل ده بيندرج تحت الثقافه، والثقافه دورها مهم جدا في توجيه المجتمع وفي نشر الوعي الصحيح الذي ينبغي ان يقود المجتمع الى الافضل دائما. الفن له دور كبير في حياه الشعوب وبينمي المهارات، وخصوصا الشعر. وخلي بالك من ايام العصور القديمه، والتاريخ بيأكد أن الشعر ليه دور كبير في حياة الناس وتنمية عقولهم. الساحة الأدبية لا تخلو من اهتمام كبير جدا من المواطن المصري وارتقاء بالذوق العام من خلال شعراء كبار، ويكفينا فخرا أن أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وإبراهيم ناجي، ده عصر الشعراء العظام اللي ارتقوا بالذوق والأدب المصري. إزاي نقدر نشجع الشباب اللي عنده الموهبة؟ يبدأ بالمدرسة، إن إحنا يبقى فيه حصة للمزيكا زي ما كان موجود زمان، يبقى فيه حصة مزيكا ويبقى فيه مدرس مزيكا في الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأما يوصل الجامعة هيتأهل فهيبقى عنده مغروس فيه الفن، وفي نفس الوقت اتعلم وعنده الموهبه، بس اساسا لازم يبقى عنده البذره فيها ايه؟ الموهبه الفنيه. طبعا الفن ده بيعكس الوضع في الشارع، فلو احنا كصناع سينما او كتاب او مخرجين سلطنا الضوء على الوحش هينعكس الوحش. الفن المصري، العالم العربي زمان كان يعرف مصر من فنها، وحاليا بيعرف مصر من فنها. يعني ما فيش من حد في العالم العربي ما يعرفش اسماعيل ياسين او شرق اوسط او ام كلثوم او حليم او ابو وهاب او رياض السنباطي او نجيب الريحاني. منورنا في الاستوديو الشاعر والفنان محمد عبد الغني، معروف في الوسط الفني يوزر سيف. مظبوط. منورنا. ده نورك. وطبعا لما بنتكلم على الفن، والحقيقه ان احنا يمكن بنتكلم اغلب الوقت على المبادرات، دور الشباب، لكن كمان الدور الفني اللي هو دلوقتي القوى الناعمه. ازاي ممكن نوصل للناس ونوصل لشعبنا ونعلمه حاجات جديده من خلال الفن؟ فالاول انا عايزه اعرف، انت شاعر ومخرج، فتكلمنا كده عن المجالات المتعدده اللي انت بتقوم بيها. انا بدات من وانا صغير، من وانا عندي يمكن 5 سنين مثلت في وزير فؤاد المهندس، عم فؤاد راح يصطاد. انا والدي شاعر وكاتب مسرحي، الاستاذ عبد الغني مصطفى، وده عضو اتحاد كتاب مصر. والدتي استاذه الالقاء والاداء الصوتي في البيت. تخيلي بقى انت بتطلعي في الوسط ده طبعا. الشكل عامل ازاي؟ عندي هو مش مزاجك شاعر بس مش مزاجك. عندي مكتبه في البيت، يعني اكتر من 6-7 آلاف كتاب في جميع المجالات. يعني اول كتاب قريته كان عندي 6 سنين أو 7، رجال حول الرسول، استهواني، كنت اجيد القراءه. الوسط بيتيح ليك ان انت بتبدعي، تشجيع على الاليات، انت ازاي ترسمي، ازاي تكتبي قصه، وبدات اكتب قصه ازاي مثلا. بدات احكي حواديت، كنت بشوف برنامج اطفال زمان في القناه الثانيه اسمه دنيا الاطفال، فاشوف الحدوته واحكيها لاخويا. طب كويس. بعدين فجأة البرنامج وقف، اضطريت ألف بقى. الخير والشر، والخير بينتصر في النهاية على الشر. كويس. فبتبدأ تتولد عندك فكرة إنك بتكتبي قصة قصيرة.
بتبدأ ملامح شوية الشعر، فأكتب شعر أمي والدته غناء تجدو لأجلي بصفاء، يعني حاجات من اللي هي البسيطة دي. كويس. والدي لما لقى إن أنا بكتب وحاجات من دي قال لي إيه ده؟ أنت اللي بتكتب ده؟ قلت له آه. فتشجيع، اقرأ ده، اعمل ده، خلي ده، سوي ده. أنشطة المدرسة كانت مميزة جدا على كويس. أيامية. ابتدت بقى ازاي تتحول الحب للشعر والكتابة وللقصة للإخراج؟ لأن هو نفس الفكرة، يا قدرة على الخيال دي بتخلق مخرج. هقول لحضرتك على حاجة، كان عندي شغف من وأنا صغير إن أنا دايما أطور في الأداء الإبداعي للشعر والأدب. كويس. فأنا اتخلقت في جو والدي بيعمل حفلات كبيرة جدا ومهرجانات كبيرة جدا في كفر الزيات وفي الغربية وفي اسكندرية، وبيتعاون وبيعمل نشاط كبير جدا في الثمانينات والتسعينات. بدأ الموضوع ده يقل، بدأ أنا بلاحظ حاجة، الشعر المفترض بيتقال على الجمهور. يعني أنا درست أوقاز وزي مجاز وإزاي الشعراء كان بيتباهوا بشعرهم قدام بعض، بس قدام الجمهور، يعني أنت بتتكلم في سوق. طيب الكلام ده ما بقاش موجود، احنا دلوقتي بقينا شاعر يقول قدامه شعراء. ايه خلاص، ما يعني ما يعني يعني شاعر يقول قدام جمهور. فبدأت أطور الآلية دي. يمكن أنا مؤخرا في 2014 عملت أمير شعراء العامية كبرنامج تنافسي بيتعمل على المسرح. البرنامج بيهدف إلى عودة الجمهور مرة أخرى للشعر العامي المصري. كويس. طبعا احنا كلنا مغرمين بعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب والعمالقه واحمد فؤاد نجم والعمالقه دول، بس دول لهم ظروف استثنائيه في الشهره. طب الشعراء التانيين، احنا عندنا عمالقه كبار جدا، ازاي نوصلهم للجمهور؟ ازاي نوصل صوت الشباب للجمهور؟ فلاول مره في تاريخ الثقافه المصريه داخل قصر ثقافه الشاطبي في 2014 كل شاعر يجي يقول لي انا بفتخر اني بجيب ابويا وامي بيسمعوني شعر لاول مره في حياتي، وده ما كانش بيحصل. دي كانت بدايه، فجاه بلاقي جمهور، فجاه بلاقي اصحابه. بعد ما كان الاول يجي يقول للواحد صاحبه تعالى اسمعني وانا بقول شعر في قلب ندوه، فيقول له لا توكل على الله انت، يعني متشكرين جدا. يعني ده اداني دوافع ان انا ابتكر في هذا المجال. في مجال الاخراج انا بشوف اخراج مسرحي من وانا صغير، بشوف الكواليس، مخرج كبير ومدير فرق عظيم زي الاستاذ محمد عاشور بشوفه من وانا صغير، والدي بشوفه وهو بيخرج ومن هو صغير، تولدت عندي القصه دي، حب الاخراج من 98 99 كده، مع بدايات ان احنا جبنا الكمبيوتر بدات ابحث ايه البرامج اللي بتعمل تركيبات، ايه القصه بتمشي ازاي. درست الموضوع بشكل شخصي؟ اكيد طبعا، اكيد الموهبه بتبقى الاساس قبل الاتجاه ان انت تكوني ايه، حابه الموضوع وعايزه اعرفه. يعني في ناس ممكن تتخرج من تبقى دارسه، لكن لما تيجي تنزلها على ارض الواقع ما تديش الشعر موهبه من عند الله. الحب ده، التمثيل، الفن عموما موهبه من عند الله. عايزين نتكلم على فيلم سالومي. سالومي قولي اولا جات القصه ازاي؟ اشمعنى القصه دي؟ يعني القصه دي قصة طبعا حقيقية صعبة، ويمكن فيها جزء بيتكلم عن شخصية شريرة، يوحنا المعمدان، كل ده. أنا عايز أعرف إزاي تحولت أو فكرت إزاي إنها تتعمل أنيميشن الأول؟ لكن أنا باحث في مقارنة الأديان حر، بشكل حر، بشكل كبير كمان. بتستهويني دايما القصص اللي بتدي عبر ودروس. وقصة سالومي مرتبطة بيوحنا المعمدان أو يحيى في القرآن، في القرآن الكريم. فكنت عايز أعالجها بطريقة توصل للمشاهد قد إيه رقم واحد إن الشباب عندنا عندهم قدرات يعملوا أنيميشن وعندهم قدرات يعملوا جرافيك ينافس الغرب. كويس. طيب عندنا رقم اتنين بامكانيات بسيطه، يعني هم يمكن الغرب عندهم الامكانيات سهله قوي. لا حضرتك الغرب بيحط رجل على رجل واللي يشتغل لوحده، بيشاوروا كده على حاجه تتعمل، يقولوا له يشتغل، بيشاوروا كده على حاجه بتتعمل. انا مطلع شويه على الغرب الياته عامله ازاي. لا طيب. ده عندهم رعب. طب انا هستاذنك قبل ما نبتدي ندخل في التفاصيل، احنا هنشوف جزء من الفيلم ياريت. ونرجع نكمل التفاصيل. ياريت. 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 ربي
اهدي كل العاصمة إليك وألهمهم السفر. ربي طهر قلوب الذين أحبوك من الكنز والسحور، وابعد عنهم أسر الشهوة وألم الله. سيدي إمبراطور المودة، قادمة من الضرب كان أمرا عبقريا حينما يمشي طه تخاله بين سريا فارس عشقي حبيبي كلني لن أحفظ العهد الذي واقترب احصو عن الجفن السهال وارشف من الشهد الشهية، فلربما يوما ستفتح مقلتيك فلا تجدن شيئا. ربما يا قاتل المقتول لا تجدن ريا، رقصة العمر التي أبدعتها في صخب إعصار الحقول لأرقصن على أصدائها عمرا يطول، ولأكتبنك يا حبيبي في المدى جرحا شقيا. يعني شفنا جزء من الفيلم هو البيك بتاع الفيلم، الجزء اللي هو اللي بتقوم عليه القصة بحد ذاتها، فقولي عملت ازاي الفكرة وازاي قدرت توصلها بالبساطة دي؟ اولا انا كان عندي شغف ان انا اعمل الموضوع ده من اكتر من 10 سنين. كويس. بس كان عندي هنا معضلة. احنا مجتمع شرقي، معظم اللي تناولوا قصة سالومي في الفن التشكيلي تناولوها بشكل فيه عري كثير. طيب هتعملي ده ازاي؟ سالومي دي فاتنة فاتنة وكانت تغوي أي شيء أي حد، فأعجبها في دماغها إن هي يعني تغوي هذا العابد الراهب اللي في السجن بيقول كلام، وكان يوحنا المعمدان اسمه الصارخ في البرية، صوته كان مسموع، فأعجبها إن هي بتغوي أي حد، ما تغوي ده كمان يعني. أمها كانت عندها انتقام شخصي لنفسها، ولذلك هي لما الملك في وقت المجون قال لها ارقصي رفضت رفضت رفضت، قالت له أنا هرقص بس بشرط تنفذ لي إن أنا أي طلب. اعتقدت أمها في الوقت ده هيروديا إن هي بنتي هتنتقم لي يعني. هي ما كانتش بتعمل كده،
هي كانت بتعمل ده لانه يوحنا المعمدان لما رفض سالومي قالت في دماغها انا عايزه راسه اقبله ولو قبله واحده من صغره، وكانت ده كان مطلبها الاساسي. فلما عملت ده ورقصت رقصه ما يسمى برقصه سالومي الاخيره يعني ادى طبعا الى قتل قطع راسه. طبعا في تفاصيل كتير محمد، الكيمستري اللي بينك وبين الكاست، فكره الكيمياء اللي بينك وبين بعض اللي عملت منتج بالروعه دي، وازاي المصري عنده المقدره دي دون الاخر يعني. طبعا يعني هقول لك على حاجه، احنا يعني طلع من عندنا مبدعين. اما تيجي تشوفي فيلم صلاح الدين مثلا اتعمل في كام، في قد ايه من السنوات، سنه 61 ل 63، في الفتره دي فيلم صلاح الدين قدم نموذج للسينما العالميه الغير موجوده في هوليود. تمام، عشان تبقى واخده بالك. هنا الكيمياء بتاعت يوسف شاهين العبقريه زي ما بيقولوين. طب انا عايز اعمل سلوي، انا بس كنت بتكلم في تفصيله ازاي انا هعمل ده ودون حضرتك تشوفيه فيش خدش للحياء خالص، ويبقى مختلف عن اللي اتقدم زي ما حضرتك الجمهور كده شاف، فيش خدش يعني الجمهور ما يلاحظش ان في ده سلومي على فكره عاريه قدامكم. طب ازاي ما فيش خدش للحياء؟ ما شفناش حاجه خالص، مش هتشوفي ده. لان انا استخدمت تقنيه مع فنان عالمي اسمه جامب في نينجا، انه في فكره تخش في الانيميشن اسمها خيال الظل. خيال الظل الصيني والياباني والشغل ده، دخلت ده كانيميشن، فالشخصيات بقت خيال ظل بتشكيله معينه بالوان معينه. هي اصلا في تعريف اسمها في بعض الاحيان كثيره الظل، ده من ضمن التعريفات بتاعت يعني سالومي او سالومي. هو المقصد هنا، فكويس ان انت عملت الفكره كده. يعني هو المقصد هنا ان انا كنت اولا مش هتمسكي عليا ان انا مجسد شخصيات، لان الشخصيات هنا ظل. تاني حاجة، الظل هنا الأسود بيبين على الشر، بس كمان في نفس الوقت انت مش شايفة عودي خالص، شايفة ظل أصلا بس شايفة عينين وشايفة ملامح تفاصيل لكن في شكل بس مش شايفة حاجة. الكيمياء الخارجية بتاعت العمل بقى متمثلة في القدرات. أنا ترجمت العمل الإنجليزية وجاري ترجمته للفرنسية عن طريق يعني شاعرة وكاتبة جزائرية اسمها حورية غزالي، بالترجمة الفرنسية، وجالي ترجمته للإيطالية. المفروض مسافر انت بيه فرنسا مفروض. مسافر بيه باريس قريب. كويس. للعرض بشكل خاص، مش مهرجان ولا حاجة، عن طريق انفيتيشن هناك، دعوة خاصة يعني. حوالي 10 ايام يعني، ده حاجه. طيب عايزين نتكلم كمان على الجائزه اللي انت خدتها في مهرجان همسه. اولا انت مخرج مهرجان همسه. انا مخرج مهرجان همسه العام الثاني على التوالي. وقولي الجائزه ايه، وقفت مع مين على الستيج بتاخد الجائزه؟ مهرجان همسه، مهرجان همسه للاداب والفنون، واحد من اكبر المهرجانات في الشرق الاوسط. كان السنه دي سيد درويش طبعا، الاستاذ الكبير العامل المهرجان، الاستاذ الصحفي الكبير فتحي الحصري. الدورة السنة دي الفنان الشعب سيد درويش، السنة اللي فاتت كانت الكاتب الكبير سعد الدين وهبة. المهرجان بيعتمد على اعتماد تطفير الأدب بالفن، وده كان جديد وبنحيي أكيد عليه الأستاذ فتحي الحصري. وخدت جايزة فيه أو تكريم؟ الجايزة كانت في 2014 عن أبرز حدث ثقافي أمير شعراء العامية. الجايزة الثانية السنة دي كانت عن فيلم سالومي. التكريم كان طبعا عشان الـ يعني اخراج المهرجان همسه وسط طبعا مبدعين كبار. بتحلم بايه الخطوات اللي جايه؟ يعني عارفه انا قريب هتبقى بتسافر فرنسا وباريس تحديدا، وتشوف هتحتك اكيد بناس ثانيه، وهتشوف بقى افلامهم هم، لان هم كمان الفن الفرنسي تحديدا والافلام التسجيلي او الافلام بشكل عام دي مدرسه وكلاسيكيات هناك. فقولي هتعمل ايه في فرنسا، وقولي خطواتك اللي جايه. هو الخطوات انه يعني انا هيبقى في عرض خاص للفيلم، واحتمال كمان ادرس السينما هناك في احدى الاكاديميات. ده بدعوه كريمه منهم يعني، ده يعني وارد. الخطوات الثانيه اكيد هتتبنى على كده. انا كمان عايز انبه لحاجه مهمه جدا، لازم اقول انه في مصر في مبدعين شباب رائعين جدا بيعملوا فن وابداع، بس عايزين اهتمام منهم من دوائر الانتاج او صناع هذه الاعمال الابداعيه. في كاتبه ومخرجه اسمها منيره سعد، ودي استاذه عندها افكار ابداعيه كبيره جدا في الكتابه والورق، لمن يشكو ندره القصص المنتجه في الافلام. كاتبه مبدعه كبيره جدا منيره سعد. في جرافيكير لا يقل عن العالميين اللي هم بيبقوا في الخارج، استاذ احمد عطيه. في بسنت المصري،
دي اعلاميه كبيره. احنا بنتكلم على مجموعه من الشباب، طبعا دول حواليا كلهم بيعتبروا من اليات العمل بتاعي، لازم طبعا احييهم واذكر اسمائهم لان دي دول ناس يعني مجتهدين وبيعملوا ابداع حقيقي. نتمنى انهم يكونوا معاك بقى ان شاء الله في لقاءات تانية ونشوفهم فيها حاجه حلوه باذن الله. أكيد. انا بشكرك محمد عبد الغني شاعر والمخرج، وربنا يوفقك في فرنسا ان شاء الله ونسمع دايما اخبارك. لسه بنكمل فقراتنا وفيها حاجه حلوه، خليكم معايا. الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة هو منظمة طلابية أنشأت في العام 1982 لتضم كل طلاب الصيدلة المصريين لتفعيل سبل التعاون بينهم وإقامة أنشطة طلابية تعزز دور الصيدلي في المجتمع المصري. الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يعمل مستقلاً داخل جامعات مصر المختلفة. يضم الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة 31 جمعية علمية في 31 كلية صيدلة في جميع أنحاء مصر، ولهذا فإن الاتحاد دور فاعل وهام في المجتمع المصري، وإنه يقوم بنشر التوعية عن الأمراض المختلفة المنتشرة للوقاية منها ومساعدة المصريين على تجنب الإصابة بها وتجنب نشر العدوى وتصحيح العادات غير السليمة والمنتشرة في المجتمع ونشر ثقافة النظافة الشخصية. وأيضاً يقوم الاتحاد المصري بتدعيم ذوي الاحتياجات الخاصة وعلى وجه الخصوص أصحاب متلازمة داون عن طريق تنظيم محاضرات وورش عمل لطلاب المدارس والجامعات عن كيفية التعامل مع أصحاب متلازمة داون إلى جانب دور فاعل في محو الأمية. مجموعة من الشباب المصري الواعد والواعي بدورهم في التنمية والمشاركة الإيجابية للنهوض بالوطن. نسبة كبيرة من الأمراض المتفشية في بلادنا نتيجة الجهل بالمرض والجهل من طرق الوقاية وإزاي أتعامل مع المرض، لأن للأسف الشديد إحنا بنعتمد على بعض بنسبة كبيرة في أن أنا أقول عندي صداع أخد إيه، عندي تعب كذا أخد إيه، في حين أنه ممكن يكون الموضوع خطير وأنا مش مهتم لأن أنا بعتمد على الآخرين وبفتي بمعنى أصح. وإحنا يعني شاطرين قوي في حتة أن إحنا نفتي دي. في شباب، مجموعة من الشباب هم الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة، قرروا أنهم يعملوا نوع من المشاركة الجدية في أنهم يعرفوا الناس يعني إيه أمراض، يعني إيه الوقاية منها، وهو ده الأهم، إزاي يتعاملوا مع المرض نفسه. وبعض من الأمراض زي الأيدز وسرطان وغيره ابتدوا يعرفوا، بالذات فيروس سي طبعا، وليهم الحقيقة خطوط كتير جدا وعمل كبير جدا هنتكلم على تفاصيله. منورنا في الاستوديو الأستاذة زينب، دكتورة زينب بقى باعتبار ما سيكون، زينب عمرو سمير محمد، عضو ممثل الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة. ازيك يا زينب؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. تمام. ومعانا كمان دكتور احمد اشرف، احمد عمران، عضو ممثل الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة برضو باعتبار ما سيكون. ازيك يا احمد؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طيب هبتدي باحمد، المفروض طبعا ابتدي بزينب بس هبتدي باحمد لان هو سؤال متخصص شويه. تكلمنا عن الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة. احنا الاتحاد المصري لطلبة الصيدلة ده عضو كامل بالاتحاد الدولي لطلبة الصيدلة، ده بيضم حوالي 90 دولة على مستوى العالم. يعني مش بس على مستوى يعني صيدلة في مصر، لا ده على مستوى العالم، اكتر من 90 دولة على مستوى العالم. هو مقر الاتحاد الدولي في هولندا. احنا تابعين لنقابة صيدلة مصر، تأسست سنة 1982. فاحنا بما اننا اتحاد دولي فاحنا شاركنا في تنظيم اكتر من حدث دولي قبل كده، كان في سنة 2012 في الغردقة نظمنا المؤتمر الدولي لطلبة الصيدلة، حضروا اكتر من يعني اي بي سي كلها حضرته. كويس قوي. بالاضافه ان احنا السنه اللي فاتت يعني كان مشاركات من العالم كله، العالم كله جه غردقه عندنا في 2012 وحضر المؤتمر الدولي للاتحاد المصري لاتحاد طلبه الصيدله. كويس قوي. تاني مؤتمر نظمناه السنه اللي فاتت كان المؤتمر الاقليمي لطلاب صيدله الشرق الاوسط. كان بحضور 15 دوله او 16 دوله الشرق الاوسط، ده زي فلسطين، لبنان، الكويت، الاردن، تونس وهكذا. كمان احنا تابعين نقابه صيدله مصر والعلاقه كويسه جدا مع نقابه الصيدله، نعمل اجتماعات دوريه معاهم بحيث نعرفهم الابديتس اللي احنا شغالين عليها الفتره الجايه، وصلنا لايه، النتائج اللي احنا عملناها وهكذا. واضح انك انت احمد من قدراتك الكبيره انك بتعرف، عندك قدره على الحفظ بسرعه وفي
في وقت قليل. انا فريق عمل مؤسس رسمي للاتحاد المصري لطلاب الصيدله. كويس قوي. فانا اوريدي مجهز يعني بالمعلومات كلها والداتا كلها. شكلك كده وهتلاقيك انت يعني خير من يمثل الاتحاد. طيب هنروح لزينب كده ونتكلم على الشغل اللي انتوا عاملينه يا زينب، وجات ازاي الفكره انكم تعرفوا الناس والمجهود اللي مبذول فيها؟ احنا من اول ما تاسس الاتحاد المصري لطلاب صيدله كان 1982، واحنا بدانا نفكر احنا ازاي مش بس ناهل الطالب ان هو يواكب سوق العمل، لا احنا كمان ازاي نوظف المعلومات اللي احنا بنتعلمها في خدمه الشارع. زكاة العلم نشره، وزي يعني ما النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمنا ان الله وملائكته ليصلون على معلمي الناس الخير. فاحنا فكرنا ازاي نوظف الحاجات اللي احنا بندرسها في خدمه الناس البسيطه او الناس حتى اللي مستواها عالي بس مش عارفين عن الامراض كتير للاسف. فبدانا ان احنا ننزل بقى حملات توعيه في الاماكن كتير طبعا عن الامراض اللي هي المزمنه او الامراض المتفشيه في المجتمع. الامراض المزمنه زي مثلا ضغط الدم المرتفع، السكر، امراض القلب، الرئه، الحاجات دي كتيره قوي للاسف في مصر، بجانب بقى الامراض المعديه زي فيروس سي، زي الايدز، البريست كانسر مثلا، وجميع انواع السرطان عامه، وتاهيل مريض الكانسر ازاي بنأهله. طبعا بيبقى فيه حاجات كثيره جدا وراثيه، بس المشكله ان المريض ما بيبقاش عارف ازاي يتعامل. احنا بنبدا ان احنا نعلمهم إن المفروض ان انتوا تتعاملوا مع المرض بتاعكم ازاي، لو حد عندكم ازاي يتعامل، طرق العادات الصحيه زي الرياضه، زي ان احنا تجنب التدخين مثلا، الانظمه الصحيه الغذائيه تمشي ازاي، الادويه بتاعتهم بياخدوها ولا لا، طب ملتزمين بيها ولا لا. يعني من هنا بنروح لفكره البيشنت كونسلنج، ودايما المعروف عن الصيدلي ان هو ايه، إن هو بياع. للأسف شديد، بس هي طبعا ابتدت الثقافه دي تتغير شويه برضه. يعني في ناس يقول لك يعني انا عندي كذا مثلا، يروح للصيدلي. حضرتك بتشتغل في الصيدليه ولا حضرتك دكتور؟ يعني ابتديت اسمع الجمله دي كتير. عشان كده بناكد على الدكاتره ان هم دايما يبقوا لابسين البلطو، لان لما بننزل للناس في الشارع نقول لهم هو ايه المشكله، انتوا ليه بتشتكوا من الصيادله، فين المشكله، بيقولوا لنا احنا بنخش مش عارفين مين الصيدلي ومين الدكتور، بنلاقي زحمه جدا، انا مش عارف يقول لي انا عندي ايه، اخد الدواء ده امتى. طيب وفي بعض الاحيان تلاقي البياع ابتدى بقى يتقال له دكتور، فابتدى يتحمس ويتقمص الشخصيه، فيبتدي يفتي بقى مع الناس. للاسف بس اللي عارف اكتر حاجه عن الدواء هو الصيدلي طبعا. وعلشان كده دلوقتي مصر بدات تتجه للترند بتاع الكلينيكال فارمسي، اللي هي الصيدله الاكلينيكيه او الصيدله السريريه. بداتها امريكا الاول، وبعد كده بدات في الدول العربيه، وبعد كده دلوقتي في مستشفيات معينه بتطبقها في مصر. بدا ان يبقى الصيدلي جزء لا يتجزا من الفريق الطبي كله، ليه نبطشيات زيه زي الدكتور، بيشرف على الممرضه، بيبقى ليه راوندز بيلف على العيانين. فهو هنا بقى بيعمل بيشنت انترفيو، يبدا يتكلم معاه، ياخد الهيستوري بتاعه من زمان اصلا، كان عادته عامله ازاي، عن اهله، كل الكلام ده علشان يقول له ازاي ياخد العلاج بالجرعات السليمه ويمشي عليه ازاي. فهو ده هدفنا بصراحه. زينب انا مبسوطه بالكلام اللي انت بتقوليه، ولسه هندخل اكتر تفصيلا مع احمد كمان، بس هنروح لفاصل دلوقتي نشوف راي الناس في الشارع ايه على المبادره او الشغل اللي انتوا عاملينه كاتحاد المصري. مبادرة حلوة قوي، ولازم نعمل كده، يعني لازم نواجه بعض، نساعد بعض. مبادرة كويسة، هي المفروض كل أي قطاع يعمل نفس العملية، يعني يبقى في توعية للأطفال، توعية للكبار في الظروف اللي احنا فيها دي. ويا ريت ينزلوا المدارس برضه على طول، عشان المدارس برضه الوباء فيها كتير يعني، وأكتر حاجة بتنقل المرض من الطفل للطفل بسرعة يعني. أكيد هيبقى في اعتمد عليهم ان هم هيبقى في تنشئه مظبوطه للطفل من جهه الرعايه الصحيه يعني. حاجه كويسه جدا، واحنا اصول نوعي الناس ونوعي الاطفال ونوعي الشباب، مش ده في حد ذاته مش وحش، ده كويس جدا. هي مبادره ممتازه جدا، مبادره اخلاقيه عاليه جدا، ان الناس بتهتم بالناس الثانيه بمواضيع مبتدأ حياة جوه يعني حياتنا أساسية. أعتقد إنها محتاجة تكثيف شوية،
ومحتاجة توعية أكتر في التلفزيون والقنوات والإذاعة، بس أنا سمعتها في الإذاعة. ياريت لو في موقع مثلا ليهم على النت يقدروا مثلا ينشروا أكتر وأكتر على المواقع السوشيال ميديا مثلا الاجتماعية زي الفيسبوك وكده، هو تمام؟ عن طريق مجلات أسبوعية، عن طريق جرائد يومية، يعني في وسائل كتير جدا إن هم يقدروا يقولوا إن إحنا موجودين، عشان يقدر ناس تانية تساعد معهم وعددهم يكبر وعددهم يزيد. طبعا راي ناس ايجابي جدا، بس انا هبتدي بيك احمد. لفت نظرك حاجه في الكلام اللي قالوه، ازاي هم بيسالوا ان هم ازاي يوصلوا للاتحاد او يعرفوا المعلومات اللي احنا نزلها بتيجي منين او كده؟ لو ريت لنا مواقع رسميه على السوشيال ميديا كلها، كويس، على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى انستغرام، كمان لنا موقع رسمي او ويب سايت ebsf.org، وكمان لنا موبايل ابلكيشن. غير كده كده ان احنا بنعمل حملات، ان احنا بنعمل تغطيات اعلاميه في الصحف، في المجلات، حاجه زي النهارده على التلفزيون، زي الناس قالت في التقرير، في التقرير اللي احنا بنطلع في الراديو، بيسمعوا عن الفكره. كمان احنا بننزل في الكوره وكده، بنسيب حاجات زي بوسترات او ماده اعلانيه، يعني بحيث لما الناس يقراها يوصلوا كونتاكت ان هم يعرفوا يوصلوا للاتحاد، او يعني لو في مثلا حاله محتاجه تبرع. لكن احنا بنقول الناس لما ابتدوا تنزلوا بيتواصلوا معاكم بشكل جيد، ولا يقول لك لا اصل انت عارف احنا عندنا برضو حاجه، ما بنبتديش ندور على الحاجه لما تبقى بتخصنا، يعني ما بنبتديش ندور على المرض الا لما نبقى بنعاني منه، ما بنبتديش ندور على الحاجه. لكن انت ممكن تتجه لناس ومش عايزين المعلومه دي. بصراحه اكتر ناس يعني بتتقبل مننا المعلومه وكده هم الناس اللي في الارياف وفي القرى، هم اكتر ناس محتاجين التوعيه دي بمعنى صح، يعني لدرجه ان هم بيدخلوا لنا بيوتهم وتفضلوا تعالوا اتفضلوا دكاتره، نعرفهم بقى الوقايه المرض ازاي، تتعالج ازاي، تاخد الجرعه ازاي بالظبط. كنت بتقولي انكم ماشيين في الاتحاد على كذا خط بالنسبه للتوعيه. احنا اربع لجان اساسيه، لجنه الصحه العامه دي بتعمل حاجات توعيه، تاني لجنه اسمها تعليم مستمر تهتم بالكارير باسوي بتاع الصيدله، بحيث لما الطالب يتخرج يبقى كواليفايد انف اللي هو يواكب سوق العمل. تالت لجنه يعني تعليم ليه هو، مش بيعلم الاخرين، لا ليه هو يعني للطالب اللي هو لما يتخرج، مش بس مواد دراسيه. طبعا الصيدله دي كل شويه بتتطور والعلم ده بيتطور، مش بس دراسه في الكليه ومواد دراسيه، لا في جانب كده نوع مهارات وكاسكيلز للشخص ذات نفسه، لو لما يتخرج يبقى يواكب سوق العمل اكتر. كويس. تالت لجنه اللي هي التطوير المهني، دي بتهتم اكتر بمهنه الصيدله، حملات توعيه عن الصيدلي اللي هو لسه زي ما انت قلت لسه قايلين من شويه، اللي هو مش مجرد بياع، هو دكتور ليه مكانته في المجتمع. اخر لجنه التبادل الطلابي، دي اللي فيه طلبه من مصر بتسافر بره مصر بتدرس صيدله هناك، والعكس بيحصل، الطلبه من بره مصر بتيجي عندها بتدرس صيدله في مصر. كويس، تبادل خبرات ما بيننا وبين دول العالم. حلو قوي الكلام ده، ممتاز. طب زينب كنت لسه في الفاصل بتقولي لي الاطفال بتعملوا ايه مع الاطفال، وواضح ان انتم مخصصين يعني جزء من شغلكم للاطفال. هم الاطفال بطبيعتهم مش بيتقبلوا اي معلومه كده تجيلهم، يعني لازم طريقه معينه، فاحنا بنبدا نعمل سكتشات معينه، مسرحيات صغيره. بالظبط، مسرح عرايس بقى او احنا نمثلها، بنبدا يعني نشرح لهم فيها مثلا عن مرض معين وازاي المريض ده كان شطور وخد الدواء والتزم بيه كويس وبيهتم بنظافه الشخصيه. مين اللي بيمثل؟ انتوا صوتكم؟ احنا كلنا بنعمل الاول بروفات. يا ستي انا عارفه هتلاقي في قدرات بتخرج، في قدرات تمثيليه مش صيدله بس، في مواهب ثانيه. كويس. وبيبداوا فعلا ان هم بننزل دور الايتام بقى بالذات، بنركز عليهم صراحه، لان يعني اي الاطفال احنا بننزل لهم كده كده المدارس، يعني من اول كي جي مرورا بابتدائي باعدادي بثانوي بالمدارس الفنيه بالذات في الارياف البنات، لان دول هيبقوا امهات المستقبل بعد كده، بنبدا نشرح لهم بقى طرق العدوى والاكل الملوث ويعملوا ايه عشان يتجنبوا العدوى. فدور الايتام بنديها اهتمام بشكل خاص، علشان يمكن محدش ممكن يتكلم معاهم عن الصحة قد كده، وبنوزع عليهم بقى فرش أسنان بطريقة معينة ومع معجون السنان والاتحاد نفسه اللي بيتكفل بالمصاريف دي كلها. احنا احنا ممكن احنا بنشترك مثلا بشكل شخصي كده، بشكل شخصي بنبدأ ان احنا ندعم، ساعات ممكن في جماعات بتدعم ده، بس لما ما يكونش ده متاح فاحنا بنبدأ ان احنا ناخد الخطوة المبادرة دي، ان احنا عايزين نساعد الاطفال دول ونخليهم فعلا يهتموا بصحتهم ويبقوا مبسوطين وهما بيعملوا ده.
كويس. يعني انت يعني معناها انه خرجتوا من دور الصغير انك واقف بس في صيدليه، وده دور مش قليل، ده دور غايه في الاهميه، لانه فعلا زي ما انت قلت يا اما ممكن يعمل مشكله او بالعكس يحل ازمه. لكن كمان خرجتوا من الدايره دي لدايره اوسع بكتير جدا، ان انتوا بتحاولوا تفيدوا المجتمع بالعلوم اللي عندكم. احنا بنتمنى ان احنا يعني نقدر نوصل لكل شخص، يعني احنا من خلال وجودنا في 31 جامعه، كل جامعه بتنزل كل الاجنده على مستوى الجمهوريه في كل الاماكن، فكل جامعه بتبقى ليها قريه او اتنين في 31 بقى، فاحنا بنغطي اماكن كتير على مستوى الجمهوريه بقى كل سنه، وننزل لهم حتى يبقوا عارفين ان احنا جينا لهم قبل كده. بس صدقي حاجه اقول لك غريبه قبل ما نروح للفاصل، للفعاليات بتاعتكم، الصيدل يعني خريجين صيدله تحديدا فيهم حاجه مختلفه عن اي عن حتى كليات الطب، عن تلاقي فيهم عندهم روح خفه الدم، ما تعرفيش ازاي، مش عارفه في حاجه في المناهج عندكم وتفاعل، ويعملوا فيديوهات تخرج ومش عارفه يعملوا حاجات لذيذه كده بحيث ان هم يعرفوا يتواصلوا مع الناس، يعني يكسروا الحاجز اللي ما بين الطبيب ده اللي طول عمره بيذاكر وشاطر وعايز يعمل حاجه، وما بين الناس العاديه البسيطه. بالظبط. احنا بنتعامل مع الفيران والضفادع على طول بقى، والفيران تهرب مننا ونستخبى، بيبقى في كوميديا كده في الكلية. طيب هنرجع لحمة تاني، بس هنروح دلوقتي نشوف الفعاليات بتاعتكم ونرجع نكمل كلام. اتفضل. عيش حب الناس وعيش تلقى الناس بيوت فاتحة قلوبها فوت، حب ما تتنسيش، دور سافر في القلوب دور في السحاب، حدو بالآلام والأحلام تعيش، وإزاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهاردة ما عشتكيش، أنا كنت مين وفي الوليه إزاي زماني ما حسكيش، إزاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهاردة ما عشتكيش، أنا كنت مين زماني ما حسكيش. عايش حب الناس وعيش تلقى الناس بيقول فاتحة قلوبها فوت، حب ما تتنسيش، دور سافر في القلوب دور في السحاب، حدو بالآلام والأحلام تعيش، وازاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهارده ما عشتكيش، انا كنت مين وفي الوليه وازاي زماني ما حسكيش، ازاي يا دنيا ما شفتكيش قبل النهارده ما عشتكيش، انا كنت مين وفي الوليه وازاي زماني ما حسكيش. طبعا فعاليات باين ان انتوا عاملين فيها مجهود كبير، وباين انه عدد كبير كمان. الحمد لله. احمد قال لي 3000 كم عدد الناس بتاع الاتحاد؟ حوالي 8000 طالب على مستوى مصر. 8000 على مستوى مصر؟ 8000 مصر بس؟ جامعة. وكلهم بيشتغلوا بشكل فعال، كلهم بيزوروا حملات توعيه في الكورسات في كل حاجه، في بنعمل مؤتمرات سنويا بتجمع طلاب صيدله كلها على مستوى مصر. في اول شهر 10 حاجه اسمها اليوا كونجرس، وفي حاجه في شهر 4 اسمها نشر سيمبوزيوم، ده بتجمع فيه 31 جامعه، بناخد ورش عمل، محاضرات، ميتنجز عشان نحط بلان السنه. شهر 4 بقى نشوف احنا وصلنا لايه في اللي احنا حطيناه، الريزلتس اللي احنا وصلنا لها، نسبه النجاح قد ايه، نسبه الخطا قد ايه، نبدا نعدلها. في اخر السنه في شهر 9 حوالي كده بنعمل حاجه اسمها جمعيه عموميه للاتحاد المصري للصيدله، بتضم 31 جامعه. اللي بيحصل فيها ثلاث حاجات. اول حاجه 31 جامعه بيقولوا ريبورتات اللي هم شغلهم طول السنه، ايه الحاجات اللي عملوها، الانجازات اللي عملوها. بعد كده بيبقى في اعضاء مكتب التنفيذي بتاع الاتحاد بيقولوا التقارير بتاعته. ايه الحاجات اللي انتوا بتقابلوها، مشاكل اللي انتوا بتقابلوها حتى في التفاعل مع الناس؟ لان الموضوع عايز مقدره في ان انا ازاي اتواصل مع الناس. بالظبط. وبالذات الناس البسيطه، لان الموضوع ازاي احوله من علم صعب وتقيل لحاجه بسيطه يقدروا يفهموها ويتعاملوا معاها.
احنا بنبدا نعلم الطلبه ده من يعني بيجي ناس في الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن، ازاي تتكلموا، ازاي تعملوا تقولوا ايه وما تقولوش ايه، ازاي تخاطبوا مثلا حد في نادي ولا حد في قريه بسيط. بنعمل مسرحيات ما بيننا وبروفات، وفعلا يكون في شخص مريض ونبدا نشوف الشخص هيتفاعل معاه ازاي، وبيبقى في حد بيقيم الكلام ده، حد متخصص بادي لانجويج بقى وفي الهيومن ديفلوبمنت، بيبدا يشوف الكلام ده احنا ماشيينه صح ولا لا، علشان نقدر نوصل باحسن كفاءه للحملة بتاعتنا. من الحاجات اللي احنا ممكن نواجهها طبعا ان ممكن مش كل الناس تحب تسمع زي ما حضرتك قلتي من شوية، بس اما نستأذن الشخص قبل ما نتكلم معاه ان احنا هنقتطع بس 5 دقايق من وقته لو هو حابب يسمع، بيبقى معانا بروشورز، معانا فلايرز، حاجات بتبقى بتجذب الشخص ان هو يقف يسمع المرض ده بيتكلم عن ايه. هو في الاول وفي الاخر الفايدة ليه، يعني ليه ولولاده، كل واحد بيتعلم دايما بنوصيه يعلم الناس اللي حواليه. عارفين احنا من ضمن مشاكل عندنا ان احنا بنستورد اغلب الادويه، وفيروس سي كان عامل لنا مشكله انه انتاجه في الهند ومش عارفه فين، الحاجات اللي هي العلاجات الاخيره، وابتدى دلوقتي بدل ما هو 3 شهور مش عارفه تقريبا العلاج بقى بيوصل دلوقتي انه شهر والمريض يخف تماما. عندكم مجموعه بتفكر في ده، في انه ننتج احنا المنتج عندنا، وعندنا شباب واعي جدا وبالذات خريجين صيدله بيبقى افكارهم خارج الصندوق دايما، وازاي ممكن يطوروا نفسهم بحيث يعرفوا عن العلاجات المختلفه. احنا بدانا فعلا ده من السنه اللي فاتت، ان احنا نعلم الناس يقروا، يعملوا بحث علمي، يبداوا هم يجمعوا ابحاث وازاي يناقشوا الابحاث دي ويقروا فعلا عن الحاجات دي. بنحاول ان احنا نعمل ده، وبنحاول ان احنا نخلي المريض يلتزم بالعلاج ونشجعه ان هو خلاص هيخف. الدعم المعنوي ده مهم جدا، نتابعه الجرعات بتاعته عامله ازاي، الكلام ده كله. يعني وفي بقى من يعني استكمالا لرحلتنا في محو الجهل ده، فاحنا برضو لينا انشطه محو الاميه بدانا السنه دي في الجامعه عندي، ان احنا نتكلم عن محو الاميه، مش بس عن محو اميه الجهل بالامراض او بالصحه او الثقافه، لا كمان كتابه وقرايه. قرايه وكتابه. الجامعه عندي نظمت السنه اللي فاتت فعلا برنامج لعمال النظافه محو اميه، وبقوا يتعلموا يقروا ويكتبوا واجزاء حساب بقى وكده. نزلنا احنا السنه دي معاهم منظمين للبرنامج ده، بحيث نشارك كمان بدورنا كتوعية، نوعي الأمهات اللي هم العاملات النظافة دول، هم أمهات عندهم ولاد في مثلا في الولادة، هم المفروض في الحمل وكده، يعني إيه هي العادات الصحية، مواعيد التطعيمات. دي مهمة قوي دي جدا على ما أعتقد، ضغاية في العمالة يعني للأسف شديد ممكن تحصل منها مشاكل كتير، مشاكل كتير وأمراض كمان للأطفال بتجيلهم في البداية، حاجات بسيطة ينفع تتعالج بسرعة بس لو الواحد عنده دراية بس بالموضوع. بس احنا دلوقتي هروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا تاني. اتفضل. كل فات اسم العمر او لسه جاي، مش قد لحظة حلوة نعيشها من قلبنا، الأمر كل اللي عدى تبقى حلم، بكرة مش همنا. كل اللي فات بالعمر أو السجاي، مش قد كل تروح بكرة.
رجعنا تاني. واحمد من ضمن الحاجات اللي بنتكلم فيها ويمكن انت قلت ان في جزء خاص بانه تنميه مهارات الصيدلي نفسه عشان يخرج للسوق. على ما اعتقد العمل اللي انتم بتشتغلوه ده يعني خير دليل او خير اهميه وافضل اهميه على انه يكون في احتكاكات بينكم وبين ناس عاديه، بينكم وبين ده، حتى ممكن يبقى مجال كويس قوي انه يفتح لك ابواب في سوق عمل. احنا عندنا حاجه في لجنه التطوير المهني اسمها بيشت كونسلنج، احنا بننزل ناخد من الناس استطلاع راي عن دور الصيدلي كويس، وكمان بنجيب حمله اسمها حمله توعيه دور الصيدلي، لسه بيانات بنجمعها وفي الاخر بنعمل حاجه زي احصائيات كده بنجمعها ونبعتها لكام صيدله بحيث يشوفوا ايه الحاجات اللي ممكن تتطورها في مهنه الصيدله، راي الناس ايه في المهنه، هل احنا ناجحين بنسبه قد ايه، وايه الحاجه اللي انت شايف انها ممكن تتطور في المهنه دي، هل من ضمن الاستقصاء اللي انتوا عملتوه الصيدلي ذات نفسه هو اللي هو لو اهتم بنفسه بمعنى صح واثبت للمريض اللي هو صيدلي فعلا محترم مهنته، هو ده الحاجه اللي هتوصل فكره الصيدلي الصح للشعب كله. ايه رايك انت في موضوع الاحتكاك اولا، ازاي الشغل اللي انتوا عاملينه ده بيعمل جزء كبير جدا في شغلك بعد كده وسوق العمل بعد كده؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا دلوقتي السنه دي هتخرج باذن الله. انا اول ما دخلت في اولى صيدله انا ما كنتش حابه الكليه خالص، واتصدمت بكم المواد والامتحانات والحفظ، والحفظ انا ما كنتش اعرف الكلام ده خالص، كمية حفظ أسامي أدوية ومشتقات وحاجات، أنا الحقيقة قلت لأ، يعني أنا مش ده اللي أنا كنت داخل عليه. أول حملة توعية نزلتها في إحدى الأماكن العامة في القاهرة، شفت الناس وهم بيقولوا لي يا دكتورة، وأنا بدأ لسه أتكلم معاهم ولسه بقى مكسوفة ولسه في سنة أولى، بدأوا يلموا لي الناس ويجوا يتكلموا معايا والدكتورة وتسألني طب أنا جوزي عنده سكر، طب هو رجله يعمل إيه، أقول لها لأ ده يحافظ على رجله علشان أعصابه كذا كذا عشان كذا وكذا. شفت نظرة الحاجة في عيون الناس فعلا لينا إحنا كطاقم طبي سواء دكتور أو صيدلي، وتخططي بقى مراحل الرعب والخوف في التعامل طبعا، يعني غير فيا بطريقة كبيرة جدا. أنا بقيت بذاكر الحاجة بضمير عشان عارفة إن أنا ما هتخرج هقول المعلومة دي ممكن يا اما تخلي مريض يعيش يا اما لا قدر الله. لا خدي بالك كمان بتعرفك فعلا سوق شغلك هيبقى عامل ازاي، الناس دي بتشتكي من ايه، عايزه ايه، عايزه علاج في ايه، عايزه نصيحه في ايه، يعني خليكي بتدرسي حاجات معينه بتركزي عليها اكتر. انا عارفه هنا لان هنا انا هستغلها في الحته بالزبط. الفلانيه فبقى عارفه، فانا بنصح فعلا الطلبه بالذات اللي لسه داخلين الكليه جديد ينزلوا الارض، ان هم ينزلوا على ارض الواقع، انزلوا بالذات لو انت في صيدله انزل اتدرب في الشركه، شوف بتشتغل ازاي، المصنع بيعملوا فيه ايه، الصيدليه بيعملوا فيها ايه، المستشفى ازاي. عقبال ما تتخرج هتبقى وفرت عليك على نفسك سنين طويلة شغل، هتبقى وفرت انك تقعد بالظبط تقعد في كل شغلانه شويه وتسيب دي وتسيب دي، لا عايزين الواحد يتخرج يبقى عارف هو حابب ايه، يدرس وهو حابب الكليه. انا سعيده بيكم جدا زينب واحمد وربنا يوفقكم، سعيده بالاتحاد بشكل عام لان واضح انه خطواته كبيره ورائعه، نفسي دوركم ينتشر كمان اكتر، نسمع عنكم كتير جدا عشان هتبصوا تلاقونا القرى تطلبكم يعني تقول عايزين الناس دي تشتغل معانا. انا بشكركم شكرا جزيلا. احنا اللي مبسوطين والله يا استاذ ريم ان احنا مع حضرتك النهارده، ميرسي جدا لاستضافتنا الجميله دي. شكرا ليك على الاستضافه. بشكر كمان كل مشاهدينا على حسن المتابعه، ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه.